تأسست زاوية سيدي بن كرامة في أواخر الستينيات على يد شيخها المؤسس الشيخ عبد القادر الكاملي، هذا الشيخ الفاضل الذي بلغ من العمر 91 سنة، ويقول بأنه لم يتوقف ولو ليوم واحد على تحفيظ القرآن الكريم في هذه القرية الطيبة المباركة. نرحب بك بداية ونتعرف عليك. شكرا لك أخي. صوفي خالد من قرية بن كرامة. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ 40 حزب. ندعو الله عز وجل أن يعينك على ختم كتاب الله عز وجل، وأنت يعني شارفت على ذلك. القاسم محمد. متى التحقت بهذه الزاوية وكم تحفظ من القرآن الكريم؟ مدة 3 سنوات ونحفظ القرآن كله. ما شاء الله، ندعو الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن ينفع بك إن شاء الله. سويدي مراد، موالد سنة 1989 بمدينة الغزوات حي سيدي عمر. ما شاء الله، متى التحقت بهذه الزاوية وكم تحفظ من القرآن الكريم؟ التحقت بالزاوية سنة 2011 على ما أظن. كم تحفظ من القرآن؟ حوالي 40 حزب. ندعو الله عز وجل أن يعينك على ختم كتاب الله عز وجل إن شاء الله. فضيلة الشيخ، شكرا لك على هذه المقابلة الطيبة. دعنا بداية نتكلم عن تأسيس هذه الزاوية وأنت من قمت بذلك، فلتتفضل مشكورا. بارك الله فيك وشكرا على امتثالكم لهذا الأمر المهم. نتحدث على حسب استطاعتنا وقوتنا هذه الزاوية بأنها مسجد قديم، مسجد سيدي بن كرامة في قرية سيدي بن كرامة بلدية باب العسا. كانت عندي رخصة من الشيخ نتاعي المرحوم الله يرحمه سيد المصطفى بن سيدي بومدين بوتشيش، ولكن كان أخي وزميلي وصديقي الحاج الصوفي كان فتح الزاوية في بوعدال، ما بغيتش نشهر. لما جاء الوقت كلفونا ناس وحتموا علينا باش نفتحوا، فتحنا الزاوية هنا في الأوائل تاع السبعينات. ما شاء الله، واليوم هي عامرة بحفاظ كتاب الله عز وجل. دعنا نتكلم عن الركائز التي تعتمد عليها هذه الزاوية في تعليم طلبتها. نتكلم عن ركائز ثلاث كنت قد أخبرتني عنها. الله بارك الله فيك. وفيك بارك. احنا الشيء اللي بنينا عليه هو نعلموا القرآن هو الأول، ونربي طلبة العلم، كنا نقريوا الفقه، السيرة، الأدب، اللغة العربية إلى آخره حسب استطاعتنا. جاب ربي الفتح جعلنا هذا المسجد مركز طلبة القرآن العظيم. إذا نكمل في جزئية أخيرة إن شاء الله. نتكلم وأنت شيخ فاضل مبارك إن شاء الله، أفنيت حياتك في تعليم هذا النشأ. نتكلم عن وصية أخيرة لشباب الجزائر وضرورة التفافهم بكتاب الله عز وجل والذهاب إلى هذه منابع الصفا، الزوايا منابع الصفا. أستاذ تفضل. احنا امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الله تبارك وتعالى جعلنا شوق ولذة في تعليم القرآن لأننا نبتنا عليه وكبرنا عليه ولازمنا معه، لأن القرآن حملت القرآن سئل صلى الله عليه وسلم هل لله أهلين يا رسول الله؟ قال نعم. قال منهم؟ قال هم حملة القرآن، هم أهل الله وخاصته. الرغبة نتاعنا وننبه إخواننا المسلمين لتعليم أبنائهم، لأن الطفل اللي يتعلم القرآن ما يموتش الوالد نتاعه. ماذا بنا تكون عندنا غيرة على هاد المهنة، المهنة تعليم القرآن والعلم. ما كانش حل خير وحل بر قد تعليم القرآن وتعليم الدين وتعليم الأدب والأخلاق. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. تحت هذه الشجرة المباركة وفي فلك هذه الزاوية العامرة بحفاظ كتاب الله عز وجل،
نسلم الجائزة للطالب الفائز معنا في عدد اليوم، الطالب سويدي لطفي، فهنيئا لك بالفوز معنا، وندعو الله عز وجل أن تنتفع بهذه الجائزة وأن تنفع بها غيرك إن شاء الله. شكرا وجزاك الله خير. دعني فقط أذكر باللغز الذي مر معنا في عدد اليوم، والذي كان يقول: شيء لازم لحياة الإنسان ذكر 4 مرات في القرآن الكريم، مرتين في آية واحدة صراحة، ومرتين في آيتين منفصلتين تلميحا، فكان جوابك الروح، وكان دليلك من القرآن قوله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أما الموضع الثاني فقوله تعالى من سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نعم. أما الموضع الثالث والذي كذلك ذكرت فيه كلمة الروح ملمحة، فكان من قوله تعالى من سورة القيامة بعد قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. صدق الله العظيم. في الختام، غاية يسعى إليها الطالب، ما هو الهدف الذي تسعى إليه إن شاء الله في قابل الأيام؟ والله الغاية الأولى من حفظ كتاب الله عز وجل هو ابتغاء مرضات الله. أتمنى أن أكون على رأس المنابر إن شاء الله، منابر المساجد، وأن أكون داعيا إلى الحق بإذنه تعالى إن شاء الله. ندعو الله عز وجل أن يوفقك لهذه الغاية النبيلة، فبالتوفيق إن شاء الله، وندعو الله عز وجل أن نراك من فرسان المنابر في هذا البلد الطيب المبارك. مشاهدي الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامجكم لغز في آية. نلتقي وإياكم إن شاء الله في زاوية أخرى، في ولاية أخرى، مع لغز آخر. أترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله.